اللي هما جزء منهم راه ملك به الحراك الان وتحالفوا مع الحراك الان وقالوا لنا بكل وضوح ربي شاهد. قلنا لهم المشروع هذا وشكون اللي معاكم فيه؟ قالوا لنا معاه في الدوله العميقه وداو معانا رجال الاعمال ومعانا كل زمرد بوتفليقه ومعانا المستعمر الخارجي. ويكذبوني المسؤول اللي راه في السجن ولا رئيس المؤسسه الدستوريه اللي راه خارج السجن. اللي جاوني مبعوثين قالوا لي حاب يشوفك السعيد، قلت له انا ما نشوف السعيد. من بعد جاوني قالوا مبعوثين من عند الرئيس بوتفليقه استقبلتهم. فرنسا قالوا لي متحالفه معنا. قلت لهم والجيش الجزائري؟ قالوا لي الجزائري واش دخلوك راه تحت رئيس الجمهوريه. ولكن الجيش سالي جيش التحرير واللي تم فيه الانتقال السادس بين جيل الثوره وجيل الاستقلال الى مدار شبال الثوره افشل المشروع في نهايه ديسمبر.